أخ في النير، قرية الصيادين، مدينة معروفة بجودة الحوت. وفين ما كان شي واحد تيعشق الصيادة، فمنين تيجي الأخ في النير ما تيبغيش يمشي. وهي أول نقطة تنقص فيها المازوتو ليسانس في جنوب المغرب. دونك فريمون جو ماشي د العمان. وفيها مناظر واعرة واعرة بزاف. اللي تتسمى حفرة الشيطان، لو ترو دو ديابل. وأشهرها هي حفرة عجب الله، اللي معروفة من نهار سكنوا الناس في هذه المنطقة. كلمة أخ في النير هي كلمة أمازيغية تعني أخ نهاية الرأس من الأمام. لأنه السمك طري، سمك مصطاد حديثا، سمك السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح مبارك. البارح وصلنا بالليل الاخ في النير وكنا عيانين بحرا، خدينا شي حاجه كليناها ومن بعد مشينا وقبطنا لوطيل. لوطيل اللي كنت سميتو اوتيل لا كورنيش، وكاين حتى اوتيل اخر سميتو باري داكار. هاد باري داكار مهم اوتيل عادي، غير ما لقيناش الشومبر اللي حنا باغيين. دير الثمن ديالو 150 درهم. بار كونتر هنايا في لا كورنيش قبطنا شومبر تطلع على البحر ديال الاخ في النير. النيفو ديال الشومبر ولا ديال المنظر واعر زوين، عرفتي تتفيق على الصباح الصوت الامواج نسيب زوين، ولكن من ناحية ديال لي سيرفيس زيرو. الماء سخون ما كاينش، الفاط باش تمسح ما كاينش، الصابون شامبوان ميم البابي جينيك اقسم بالله الاخوان. انا دابا نمشي نجيب لكم، تشوفوا انا نمشي نجيب لكم. ها انتوما بابي جينيك، شوف شحال لقينا فيه. ها ميم با دورة، ها ميم با واحد الدورة باق او سالة. السيرفيس في هاد لوطيل زيرو. قطنا ب 300 درهم. انا فاهم مول لوطيل شنو تيدير، هو ضارب على المنظر، ما ضاربش على شي حاجة أخرى. بغيتي مرحبا، ما بغيتيش الله يعاونك. فاللي بغى المنظر مرحبا به، ولكن اللي بغى اوتيل بلي سيرفيس وكذا ما تنصحوش بهاد لوطيل. ما فيه لا فطور لا والو، باش نجيكم من الاخر. احنا كانت عندنا ليله وحده دونك كي باساجي ما عندناش مشكل. انا قلت لكم شنو لقيت فيه، نمشيو نفطروا في اخ في النير، نشوفوا شي فطيره وعاد نكملوا الطريق. دونك دابا غادي نشوف واحد السيد اللي وراو هنا، قال لك راه سيدي فطور مزيان. اغلبية الوقت هنايا في البحر ديال اخ في النير تيكون تقريبا الضبابه والماء بارد مقلانصي. ما عرفتش صراحه واش يعوموا زعما الناس هنايا ولا يفشي بارتيه فيه، حيت هذيك المره ملي كنا جينا الصحراء لقينا قلال الناس اللي جالسين هنا.
يجي بنادم هنا يدور يتسارى بجيلاته ابار الى خرجت الشمس، الى خرجت الشمس عاوتاني هضره اخرى. دونك هذا ما كان الاخوان، احنا في اخف النير نمشيو نشوفوا شي بركه اللي مازال ما شفناها هنا، ومن بعد نقطعوا الطريق لبلاصه جديده. جينا دابا لواحد البلاصه اللي من عجائب اخف النير، بلاصه ولا حفره اللي تتسمى حفره الشيطان، لو ترو دو ديابل ولا حفره عجب الله. دونك هذا مكان نخليكم ونمشيو نشوفو كاملين ان شاء الله حفره عجب الله. حضيو راسكم مزيان منين تقربوا من الحفرة، حيت الحجر في الجناب ديالها تيطيح. حفرت عجب الله، دونك حفره اللي تدهشر والله الا من تتقرب لها مدهشره الصراحه، تدهشر تتقرب تتحس براسك غادي تجي لتحت الله يستر. دونك هذا مكان ضربنا طليله هنايا، داك الشيء زوين زوين صراحه، نضربوا تصويرات ونقطعوا الطريق ديالنا. في الليل الحمد لله من 82 يالله بدا ببرارك ديال العود، وتم جاي شوي بشوي شوي بشوي شوي بشوي لين الحمد لله عاد اليوم مدينة، الماء موفر والضوء والطريق، طريق السمارة، طريق الرابطة ما بين طنطان والعيون. استراحة لا مفر منها، لأنك على الطريق الرئيسية سواء في اتجاه الجنوب أو في اتجاه الشمال، في اتجاه الطنطان أقرب مدينة أو في اتجاه الطرفاية والعيون وأقصى الجنوب المغربي، راحة لاستراحة المسافرين.
الجماعة مركز أخ في النير تتواجد به مجموعة من المقاهي اللي عرفت أن مجموعة من التطور مرتبطة بالخدمات ذات الصلة بالخدمات السياحية، وكل من يقف في مركز أخ في النير يبحث عن السمك. وأخ في النير دابا مشهور، تبع الناس اللي جايين من أكادير معول على الغداء في أخ في النير، واللي جاي مولي من العيون من الداخلة من بوجدور أخ في النير ما يتخطى إلا ما كان الحوت.